أول حلقة من The Trend Zone رح أخبركن عن ثلاث مواضيع: خطبة جاستن بيبر، The Knot Application، The 3D Crosswalk. أعلن المغني جاستن بيبر خطوبته من عارض الأزياء هيلي بولدوين ببوست على صفحته الخاصة عبر إنستغرام، وعلق على البوست وقال عن مدى حبه لإلها وحماسه لعلاقتهم الجديدة. هالخبر صدم جمهور سيلينا جوميز اللي كانت على علاقة غير ثابتة مع جاستن، خصوصي أنه هالثنائي كانوا سوا من فترة قصيرة. الابليكيشن يلي رح اعرفكن عليها هالاسبوع هي The Knot. هالاب بتساعدكن على تنظيم عرسكن بأدق التفاصيل عن طريق السمارت فون. فيكن كمان تعرفوا شو هو الستايل تبعكن ابتداء من الالوان، زينة، وحتى ديزاين فستان العروس بدلة العريس. كما انه بتساعدكن على اختيار المكان المناسب لتحتفلوا بعرسكن من دون ما تتخطوا البادجت اللي انتم محددينه. فيكن تحضروا لائحة المدعوين على هالابليكيشن لتعرفوا مين اكد حضوره ومين لغى. أما الفيديو اللي نقيت لكم إياه هالأسبوع بفرجينا اختراع فريد بالنوع عم تجربه دول كتيرة مثل فرنسا، كندا والصين. هالاختراع هو الـ 3D Crosswalk أو ممر مشاة ثلاثي الأبعاد اللي بيعتمد على تقنية الإلوجن ليساعد المشاة على اجتياز الطرقات بشكل آمن، كونه بيجبر اللي عم يسوقه على تخفيف السرعة. هيدا كان كل شي لليوم، لاقوني المرة الجاية بأخبار جديدة ومتنوعة.